اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في صباح الخير يا منى، وصباحات يعني شبابنا وشاباتنا السعوديين اللي سمعنا صراحه قصصهم. والحديث عن التطوع جدا جميل، قال الله سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا فهو خير له. اذا هي عمليه، يعني عمل التطوع هو مغروس في ديننا الاسلامي ولله الحمد، ومغروس فينا احنا منذ ان تربينا في المملكه العربيه السعوديه وبين يعني اجدادنا، وهم دائما يحثوننا على العمل الخيري وعلى العمل التطوعي. وبالاول هو بالتاكيد قيادتنا، قياده المملكه العربيه السعوديه حفظها الله، دائما تريد الشعب أن يكون متطوع، ورؤية المملكة 2030 إلى الوصول إلى 1,000,000 متطوع، وبإذن الله سنصل إلى هذا الرقم وأكثر، لأنه ما شاء الله أبناء وبنات المملكة وشبابها وكبارها وصغارها يريدون فقط المكان لكي يبادروا إلى العمل التطوعي. معنا مشاهدينا الكرام يعني لأهمية التطوع في خدمة ضيوف الرحمن، شاركت الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي اسماف في حج هذا العام، وذلك من خلال مشاركة العديد من المتطوعين من ذوي تخصصات صحية متعددة، وحول أهمية الأكاديمية الصحية التطوعية في خدمة الحجيج. يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الزمزمي. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يعطيك العافية. أنا ودي بس أوجه للمشاهدين الكرام، ترى الدكتور محمد جاي 40 دقيقة مشي تحت الشمس، فهو يعتبر هذا الشيء طبيعي عندهم الآن المتطوعين اللي يعملون في المشاعر المقدسة، أن يمشي 40 دقيقة فهذا شيء طبيعي. أول شيء شكرا لك والحمد لله على السلامة. سلمك الله وبارك الله فيك، ويسعدني أن أكون في السعودية القناة الأولى، ويسعد الأكاديمية كذلك أن تحضر معكم في حج هذا العام. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. احتاج موية؟ احتاج الشباب يجيبوا لكم؟ أبدا، الشباب ما قصروا وبردنا قبل ما ندخل. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. طيب اسماف، وش معنى اسماف؟ اسماف هي أكاديمية سعودية للتطوع الصحي، سعودي ميديكال أكاديمي فور فالنتيرز، عبارة عن منهجية علمية في التعليم الطبي، عبارة عن منهج ماجستير صممناه من سنتين لإعداد متطوع صحي فعال. ممتاز. بداية في خدمة الحجاج، وإن شاء الله حتعم الفكرة بحيث تكون أكاديمية عامة في التطوع الصحي. جميل. هي تهتم بالتأهيل في 4 جوانب: الجانب العلمي التخصصي بحيث يكون المتطوع عنده معرفة وعنده أداء، ثم الجانب المهاري في التواصل وفرق العمل وما إلى ذلك، والجانب القيمي أن التطوع هو تزكية وهو عبادة وهو استخلاف كذلك، أن الله جعل هذه الفريضة في المملكة العربية السعودية في هذه الأرض، فهذه يعني نعمة من الله عز وجل علينا، يجب أن نقابلها بالشكر والحضور أيضا. وايضا الجانب اللياقي، ويمكن ان ذكرت المشي، فالحمد لله يعني كان لدى الاكاديميه مدرب منتخب المملكه للناشئين ما شاء الله، وكان معانا طيل 6 اسابيع تدريب يومي، كذلك الاخوات كانوا 140 متطوعه في تدريب مع مدربه لياقيه، والاعداد لمثل هذه الظروف والله يحتاج لياقه. نعم، يحتاج في هذه الاماكن يحتاج لياقه جدا عاليه. صحيح، ويمكن انت لياقتك جدا عاليه، احنا جالسين في الاستديو والله، يعني انا المشكله اني مرتبط بعمل، يعني انا طبيب في المدينه الطبيه في الرياض ومرتبط بعمل، لكن اتوقع المتطوعين اللي هم اتوا في الصيف وفرغوا اوقاتهم يعني من رمضان وحتى هذا اليوم، حتى كنت انا جاي لكم اليوم، يقولون صعب علينا انه من 15 شوال الى 15 ذي الحجه ونرجع نجد، يعني خلاص تعودنا على الاكاديميه، تعودنا على التطوع معاكم، تعودوا على الحركه. بالضبط. كم ينزلون كيلو مع هال العمل؟ والله الشفت تقريبا من 8 إلى 10 ساعات يوميا في النهار، الاغلب في النهار يعني في الشمس، فتجدهم يعني ينزلون تقريبا من الساعه 8 حتى الساعه تقريبا 7 المساء، 6 البارح ما رجعوا تقريبا الى الساعه 7. طبعا هذا الشيء يشكر ويذكر لاخواننا في اداره التطوع في الدفاع المدني، نحن نعمل جنب الى جنب معاهم في الميدان، وكذلك يعني نتواجد في نقاط الكريتيكال، النقاط الحرجة اللي فعلا نتوقع فيها حضور حالات وتكرر، ويعني تكرر حالات، وهذا الشيء أتينا بتقرير يومي بحيث حتى اليوم الثاني نكون أتينا في النقطة اللي فعلا وجدنا على الاحتياج الأكبر. فالأكاديمية يعني هي من سنة لسنة في تطور، وكذلك هي من يوم في يوم في تطور بإذن الله تعالى. إيش الدور اللي تقدمونه أنتم كشباب متطوعين وتحديدا في الأكاديمية لخدمة الحجيج؟ والله الدور الأساسي اللي احنا أول شيء نعرفه أنه المتطوع الصحي هو دوره كشاف صحي أو تقييم الحالة الطبية ما بعد المخيم وما قبل المستشفى، لأنه يعني إخواننا في وزارة الصحة ويعني صراحة والخدمات الصحية الموجودة في هذه البلد يعني كبيرة وتشكر، يعني هذه الجمرات تشوفها قدامك فيها 16 مركز صحي،
لكن دور المتطوع الصحي هي يسمونها initial assessment and management، اللي هي التقييم الأولي والإدارة الأولية. في حالات صحية الحجاج تحتاج الحضور في أول 5 دقائق أو 10 دقائق، وتعمل فرق في حالة المريض ومستقبل يعني الحالة الصحية في تحسينها إن شاء الله تعالى، بحيث يعني يكون المتطوع متمرس على الإسعافات الأولية. على الإسعافات الأولية ترى تختلف من إسعافات أمراض حرارية وضربات شمس، تختلف عن إسعافات انخفاض سكر، ارتفاع ضغط، جروح، إصابات، هذه كلها لها لكل واحدة طريقة منها. فتجد المتطوع بحقيبته الصحية 5 أشخاص أو 5 متطوعات مع بعض في نقاط يتوزعون، في واحد تحصل يستكشف الحالات، الآخر يجمع البيانات اللي عندنا برضو بعض الأبحاث نقيمها، ثم 2 3 يديرون الحالة ويودعون الحاج بابتسامة، وهذا يعكس صراحة صورة طيبة للحجاج. طبعا أكيد أنتم تعكسون صورة مشرفة بصراحة. دكتور محمد خليني أسألك، كم عددكم أنتم كشباب وبنات؟ المتطوعين بالمجمل السنة هذه 300 متطوع، 140 متطوعة و 160 متطوع، ويعني التخصصات متخصصات صحية مختلفة. في عندنا 5% من غير الصحيين أصحاب المواهب ما بين الإعلامي والتقني وال يعني والمصور، يعني الأكاديمية منتجاتها منها فيها زي ما قالوا. فدائما نجد التطوع انه فرصة، ونتذكر يعني انه كل يريد العطاء. والله وجدنا دافعية يعني تقدم لنا 2500 2500 تقدم، فتحنا الرابط خلال اسبوع 2500 ما شاء الله، من مختلف مناطق المملكه، من الشمال للجنوب للشرق للغرب الوسطى، يعني صراحه كليات مختلفه دفعات مختلفه. فحاولنا يعني نجتهد ونسدد ونقارب، عملنا بعض المقابلات بعض الاختبارات الشخصيه، والحمد لله نقول يعني نسال الله نكون وفقنا في الاختيار. ونعتذر صراحه من الاشخاص اللي ما قدرنا والله انه نستقبلهم، يعني احنا الخسرانين، لكن ان شاء الله ان الفرص ستكون باذن الله في المستقبل متكرره، وهذه المناسبه سنويه. صحيح. واللي تطوع السنه هذه حيتطوع السنه الجايه واللي بعدها وهكذا باذن الله. يكسب شرف بالتاكيد انه تواجد في المشاعر المقدسه وخدمه ضيوف الرحمن. انا قلت قبل شوي دكتور محمد انه لو فتح باب التطوع يعني آلاف الآلاف من الشباب السعوديين ومن رجال المملكة وبناتها راح يجون ويتطوعون، يعني لو فتح باب التطوع بأعداد كبيرة راح يقفل زي ما ذكرت أنت في أسبوع واحد 2500. بلا شك. قبلك كان عندنا برنامج أيضا صحي توعوي ما شاء الله 500، وكان عندهم القبول أكثر من 1500، إذن أعداد جدا كبيرة، الكل يريد أن يشارك في هذا المكان. جميل. خلينا بس هي إذا سمحت لي في هذه، يعني نتذكر أنت قلت إنه التطوع هي صبغة أساسية في هذا البلد، والبلد هذه هي صبغتها الأساسية وقامت على التوحيد وعلى الإسلام. وحنا يعني رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة تطوع ورسالة خير. قصة كذلك نبي الله موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، هذه قصة يعني في التطوع كبيرة، هذه الكلمات وهذه الآية قصة في التطوع. لو تجد متطوع الآن يأتي للحاج ويخدمه ثم يقدم ما لديه من خدمة ولا ينتظر شكر. بعض الحجاج وهذه يعني من القصص التي تذكر، يعني يجي بعد ما يخلص المتطوع خدمته في تطبيب مثلا جرح له أو تكميد بكمادات باردة، تجده كأنه يقول كم الحساب، كأنه يقول يعني هذه معقولة مجانا، فيجد يقابل المتطوع بابتسامة ويعني يبادله الدعاء. فهذه صراحة يعني تعطي يعني دافعية ذاتية للمتطوع. طبعا أنت ذكرت نقطة اللي هي الإقبال الكبير. نقول التطوع الآن في هذه البلد يعني الآن هو في اتجاه الرؤية 1,000,000 متطوع. صحيح. حيكون بشكل احترافي، هو الأساس أنه موجود يعني سليقة وطبيعة، لكن الآن حيكون احترافي طريقة في في, في في نظم أو محفزات ونظم هذا الشيء من وزارة الصحة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كذلك الجهات الخيرية المانحة التي تقدم العون. يعني مثلا احنا في الأكاديمية السعودية رعاية المؤسسة المحفوظة الخيرية. نعم. هي هو الجهة الراعية لهذا، كذلك النهدي في الدواء يعني نسبة كبيرة قدمها لنا في التموين الطبي، بالإضافة أنه المركز نفسه اللي يقدم هذه الأكاديمية هو تبع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بحيث أنه يقدم كورسات معتمدة في التعليم الطبي. وهو المركز الوحيد الوقفي يعني الغير ربحي. ممتاز. لأنه يخدم في هذه البقعة. سلام. وهذه فرصة كبيرة صراحة. وشيء الجميل أنه تجد القطاع الخاص والقطاع العام يتعاونون في صقل أو في تنظيم عملية، بل حتى القطاع الوقفي يعني. يعني لحنا في الآخر الأكاديمية جامع الراجحي يشكر، مؤسسة الراجحي الوقفية دخلت معنا في رعاية المتطوعين الشباب بتوفير الوجبات المجففة، حتى بتوفير السكنة يعني في الجامع، وهذا الشيء وصراحة يذكر فيشكر الجميع. أنا أجد في التطوع يعني زي ما تشوف صديري هذا اللي قدامي يعني لوحة يعني شعارات من المتطوعين
متحالفين ومتعاونين لخدمة نهائية هو الحاج. وهذه هي الاند ريزلت والنتيجة النهائية اللي نطمع جميعا أن نكسبها بإذن الله تعالى. جميل. دكتور محمد، نبغى نسمع قصص أنتم عايشتموها أو أنت عايشتها من خلال تواجدك في المشاعر المقدسة، وما زالت يعني مؤثرة أو تأثرت بها من خلال عملكم وجهدكم في المشاعر. والله الحقيقة القصص يمكن أسمعها من المتطوعين أكثر، لأنهم هم يعني هم الأقرب للميدان، يمكن حنا في الجانب الإداري أكثر. لكن بصراحة يعني في متطوع الآن له 5 سنوات يحتفظ الآن بسبحة قدمها له حاج، هي هديته أو الذي بقي له من أمه من باكستان. الله. فيقول يعني يوم خلصت الخدمة التطوعية، وهذه موجودة في حسابنا على تويتر، القصة هذه بالفيديو دقيقة تقريبا. وش حسابكم في تويتر؟ @smav @smav_sa. ممتاز. فيقول أن هذه القصة حينما يعني قدم له الخدمة، يعني هو في الحرم يقول هذا الكلام، يقول يبغى يعني يقدم لي شيء، فيقول قال لي اصبر شوي، طلع مثل كيس ثم اخرج منه مسبحه وقدمها للمتطوع هذه. قال هي يعني يقول له هذه حقت امي اللي بقي لي منها، وانا ما اجد اشرف من هذا المكان ولا اجد اشرف او مكافاه وكافئ احد بمثل ما كافاتك. الله. فيعني هذه من القصص. كذلك يعني المتطوعات في العرفات راينا قصص كبيره، يعني تجد متطوعه تحتمل 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 اشعه الشمس. ثم يعني اتذكر بيت ايليا ابو ماضي يقول: يا واحدا منا يحمل نفسه الام عانيها وليل سليمها، ان اكرمتك نفوسنا في ليله فلكم قضيت العمر في تكريمها. المتطوعين يشعرون فعلا وهم يكرمون الحجاج انهم الحجاج اصحاب الفضل واصحاب الكرم. صحيح. وما في شك ترى هم وفد الله وهم أغلى وفد، والله عز وجل حق على الله أن يكرمهم وجعلنا وسخرنا لخدمتهم. يا سلام عليك، كلام جميل جدا دكتور محمد. الشيء اللي خلينا نقول هو وقود المتطوع في الميدان من الحاج، ما هو؟ هو بصراحة الدعوة. يعني كنا قبل أيام مع دكتور فاضل في مكة اسمه دكتور طلال أبو النور صاحب مشروع تعظيم ببلد الحرام، فكان يقول يعني حرام استغفر الله العظيم انه ياتي متطوع وكل هذه 183 دوله ولا تخرج او ياتي حاج ولا تخرج بدعوه واحده، حرام. يعني اقصد ليس من ناحيه الشرع وانما من ناحيه الفرصه والغبن. فعلا يعني هو الشيء اللي انت تنتظره هي دعوه. والله رايت امس من المتطوعين، يعني كنت اسالهم ايش اللي واحد يقول ابشرك، قلت ايش فيه؟ قال ابشرك طلعت بدعوه كنت اتمناها من سنوات. قلت شيء يعني ان الله يزوجك مثلا او شيء؟ قال لا، الوالد يقول لي الله يزوجك بس انا كنت ابغى اتوفق في دراستي. يا الله. وهو يعني تعرف دراسه التخصصات الصحيه والاشياء هذه. أي. يعني جدا طلاب الطب يشيلون هم المعدل. أي. وكذا. شوف في كلمه للامام احمد يقول: طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله. وانا سحبت الكلمه هذه واقتبستها فقلت: طلبنا التطوع لغير الله فابى الا ان يكون لله. والله العظيم انه اول ما نجي المتطوعين وهذا من سنوات نقول يا جماعه الخير في شهادات السنه هذه، وبعض الاحيان نقول ما في شهادات. فتجد الوجيه بعض الاحيان تتغير وكذا، لكن والله ما يمديهم ينزلون الميدان حتى ياتون اليوم الثاني ولا الثالث يقولون ترى ما نبغى شهادات. يا سلام. مع ان الشهادات يعني في بالنسبه للتطوع الصحي ترى ذات قيمه وتعطي نسبه في القبول، وهذه من النظم اللي استنتها هذه البلد تحديدا الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه انها تعطي بيرسنتج في القبول في البرامج العليا ان عنده خدمه مجتمعيه. ما شاء الله ما شاء الله. بالتاكيد الله يعطيك العافيه دكتور محمد. الله يعطيك. وبصراحه انا سعيد صراحه بلقائك وبالكلمات الجميله والمعبره اللي ذكرتها لنا، وانتم يا شبابنا والله مفخره. يعني كبنات وكشباب تقدمون عمل تطوعي صحي لخدمة من؟ لخدمة الحجاج. زي ما ذكرت هناك علاقات وشراكات هي موجودة على صدرك الآن، كل هدفها الرئيس هو خدمة الحاج، كلهم يتحالفون لخدمة من؟ لخدمة الحاج والحاجة. فشكرا من القلب لك، واتمنى انك توصل رسالة حب لكل زملائك. توصل توصل. والشكر لكم. يلا. والحقيقة يعني انتم اللي اصحاب الفضل في إظهار هذه الجهود وهذه الصورة المشرقة لشباب البلد. والحقيقة يعني شبابنا والله فيهم خير كبير، وإحنا والله نفخر فيهم ونشكر كل جهة صراحة أعطتنا الفرصة، والجهات الحكومية تحديدا والجهات المانحة أن أعطتنا فرصة أن نصل لهذا المكان، ونقول إن شاء الله الجايات أجمل وأفضل بإذن الله تعالى. بإذن الله. أنت جيتنا شو اسمه 40 دقيقة، الحين ترجع مرة ثانية 40 دقيقة؟ أنا بنزل الميدان الآن.
يعني مع الشباب. ما لا فيها 40 دقيقة راجع، لا لا عشان بنزل أكلم مع، الشباب يرجعونك بدبابة. لا لا الله يبارك فيك، أنا بنزل هنا وإن شاء الله نرجع للشباب العصر، الله يوفقك والليل يا إن شاء رب. الله ختام لهذه الأكاديمية ونودعهم. طبعا هم معنا من واحد الحجة، ما شاء الله، أولاد وبنات، والله يعني أقول سبحان الله كيف يقضوا العيد بعيد عن أهلهم، لكن صراحة قبلة على رأس كل أب وأم اللي جعلوا فلذات أكبادهم يأتون ويتركون العيد والإجازة ويجون في هذه الخدمة. وهذه صراحة أنا يعني إن أنسى فلا أنسى هذا الشكر للآباء والأمهات اللي دعموا هذه الثقافة، ثقافة التطوع في هذا البلد. الله يعطيك العافية. أنت جاي من الرياض صح؟ جاي من الرياض. نعم. مريت على الفاكهة في الطائف؟ لا والله أنا جاي بالجو على جدة يعني. أجل فاتك. إيه إن شاء الله إحنا طالعين بإذن الله وأنت تعالى. طالع لازم تمر على الفاكهة في الطائف، لأنه الحجاج ما شاء الله يجون هنا مكة مجموعة من الفاكهة إيه والأكل، ما شاء الله، فيبغى لك بروتينات ما يحتاج الله بإذن الله يعطيك تعالى العافية. على مشاهدينا بركة الكرام، الله. طيب إيش رأيك نروح نشوف هذا التقرير اللي يتكلم عن حرص الحجاج على أخذ الفاكهة من المناطق القريبة من مكة وتحديدا الطائف؟ يسعدنا ذلك. يلا نروح. سوق فواكه جبال الهدى حركة لا تنام على مدار العام. أصبح سوق الفاكهة الموجود على قمة جبل الهدى على يمين المتجه من عقبة الهدى بالطائف إلى مكة أو جدة مقصدا للحجاج والمارة، حيث يعتبر حلقة الفاكهة لعابري الطريق. الآن موسم الفواكه، موسم المصطافين، موسم هذا نستعد للحج من أفضل ما يكون الحمد لله. بس الفواكه اللي يحتاجها الحجيج ويقبل عليها بزيادة الرمان، البرشوم، العنب الطائفي، استعدادات نفرة الحجيج بزيادة بأكثر، تعتبر من يوم 12 الشهر و13 و14 لين بداية المدارس. هذه كلها يعني سوق بزيادة وزحمة وقبال في الناس أكثر. والآن احنا نعتبر في موسم، من بداية الصيف إلى الآن احنا في موسم وتغليف وفواكه الطائف نجتهد فيها أكثر وقبال الناس عليها أكثر. والخط هذا يعني الطريق هذا يربط ما بين مكة المدينة الطائف، يعني الحمد لله احنا هنا على طول شغالين مدار السنة. المزارعين نعم أكثر ما يهتمون في الرمان، البرشوم زي ما علمتك، العنب، الخوخ الطائفي، فاكهة العناب، هذه كلها فواكه الطائف. أهم فاكهة الرمان، وقبال الحجاج أكثر شيء على الرمان لأنه يتحمل في سفرهم ومن الفواكه المرغوبة جدا. هذا السوق كان مخصصا للعمل في الصيف فقط، تحول إلى أول سوق فاكهة يعمل على مدار الساعة دون توقف نهائيا بما في ذلك ليالي البرد القارس. فاكهة الطائف اللذيذة بكافة أنواعها مثل الرمان والتين والتوت والبرشومي. ناخذ الرمان، يمدحون الرمان حق الطائف، وكذلك العنب نفس النوعية، حبات ممتازة يعني. ويحرص العائد من مكة أن يمر على هذا السوق لأخذ الهدايا من هذه الفاكهة لبلده.